السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصطلحات البيم كده بنلاقي في يعني يمكن 7 مصطلحات قريبين قوي من بعض، لكن في فرق بينهم. تمام، يعني بنلاقي ال او دي اللي هو ليفل اوف ديتيل، مستوى التفاصيل، او ليفل اوف ديفينيشن، مستوى التعريف، او ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت، والتلاتة قريبين قوي من بعض. وعندنا ال او اي مستوى الدقة، ليفل اوف اكيورسي، وعندنا ال او جي ليفل اوف جيومتري، وعندنا ال او اي ان اللي هو ليفل اوف انفورميشن نيد، وعندنا طبعا ال او اي اللي هو ليفل اوف انفورميشن. فعايزين نبدا نفرق بينهم كده واحده واحده مع بعض. طبعا ليفل اوف انفورميشن، انت عندك المعلومات اللي انت بتكتبها على الفاميلي او على العنصر اللي موجود. يعني هي كل المصطلحات دي عباره عن ايه؟ ان انا في اول المشروع مش هبدا ان انا احط كل التفاصيل في الاول، لا، انا ببدا واحده واحده، ببدا ان انا اشتغل في الموديل، وابدا ان انا مثلا في الاول مثلا عايز اشوف العميل موافق على الفكره ولا لا، فممكن احط عمود تمام بدون تفاصيل، وبعد كده لما العمود يوافق ابدا اشوف مع الانشائي هيبقى العمود ده كام في كام. وممكن مثلا يكون عندي عايز اشوف مثلا فكره ان انا احط مثلا سقف معين او ان انا احط حيطه معينه، فمش معقول ابدا احط تشطيبات وانا لسه اصلا مش مستقر مع العميل على الشكل النهائي. فبرسم حيطه وبقول له ان دي ما حدش يقيس، يعني حد انا مش كاتب المقاسات، فمحدش يجيب مسطره ويقيس، لان دي انا بطرح الفكره ال او دي 100، ان انا بطرح الفكره، لو وافقت هبدا ابعت لك حاجه فيها تفاصيل اكتر. تمام، فاحنا عندنا ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت، الاثنين قريبين من بعض. تمام، يعني لو واحده فيهم موجوده بتغنى عن الثانيه، لكن لو الاثنين موجودين بنبدا ان احنا نفرق بينهم. طبعا ليفل اوف ديتيل ان انا عندي الشكل 3 دي، في الاول بيبقى اللي دي 100 200 300 400 100، يعني خلاص انا بطرح الفكره. ال 200 بقى احط تفصيل اكتر، 300 اللي هو ديتيل ديزاين، ال 400 اللي هو الشوب دروينج، وال 500 اللي هو نقدر نسميه الاسبلت او الشغل اللي خلاص اتنفذ في الموقع وينفع ان احنا نشتغل عليه في التشغيل. تمام، هي دي الفكره بتاعته. فكل شويه كل مرحله بنطور على اللي فات. ليفل اوف ديفلوبمنت ده بيشمل ال او اي اللي هو ليفل اوف انفورميشن وليفل اوف جيومتري. بنقول ليفل اوف ديفلوبمنت ان احنا عندنا الموديل بدا ان هو يتطور، سواء الشكل نفسه كان الاول حاطين عنصر خلاص بدون ابعاد، بعد كده بقى في ابعاد، بعد كده بقى في تفاصيل، والانفورميشن لو عملت سيلكت عليه تقدر ان انت تشوف معلومات عن العنصر دوت. ال او اي ان اللي هو ليفل اوف انفورميشن نيد، ده مهم جدا ان مش كل المعلومات اللي احنا نحطها، لا، احنا بنشوف ايه المعلومات اللي مفيده ان نحطها. احنا ممكن تكون في معلومه مش هتلزمنا بعد كده، يعني مثلا في الليفل اوف 500 مثلا 500 انت ممكن ترسم عناصر كتيره جدا ولكن في الفاسيلتي مانجمنت مش هيستخدمها، فممكن ان احنا نشيلها. تمام، زائد ان احنا مثلا بنتجه لموضوع المدينه الذكيه، ف سمارت سيتي لو احنا حطينا كل المعلومات في المبنى وبدانا ان احنا نشيرها ده هيعمل لنا مشكله. فاحنا لازم نسال لنفسنا اسئله، يعني ال او اي ان فريم ورك ده بيخلينا نسال اسئله، ليه المعلومه دي مهمه؟ يعني هل المعلومه دي مهمه ولا لا؟ وهتبقى هتطلب امتى؟ هل خلاص خلصت؟ تمام، يعني لو مثلا حاجه خاصه بالتسليح او حاجه زي كده، هل انا محتاجها بعد كده ولا مش محتاجها بعد كده؟ انت تسال نفسك هل المعلومه دي انا محتاجها ان انا احطها، ايه المعلومات اللي احنا المفروض ان احنا نركز عليها في المرحله ديت، لو في حاجه مش هنستفاد منها ممكن ان احنا نشيلها. تمام، ممكن نحدد مثلا درجه تفاصيل معينه، لو حاجه اصغر مثلا من 2 انش هنحتاجها ولا مش هنحتاجها، وهكذا، بحيث ان مش كل الحاجه، يعني الفكره مش ان انا ادخل كل الداتا اللي موجوده في الدنيا، لا، انا ادخل الداتا اللي انا هحتاجها. هو ده اخر تطور حصل، اللي هو الموديل بيبقى تقيل قوي، فانا مش عايز اتقل الموديل. احنا في اول المشروع بيبقى عندنا وثائق كتير جدا، مع المفروض ان المشروع بيتحرك الوثائق دي بتقل، لكن الداتا بتبقى موجوده في قلب الموديل، بس مش كل الداتا، الداتا بس اللي احنا هنحتاجها. تمام، تابعوا قناه بيم ارابيا، ان شاء الله نشرح الموضوع بتفاصيل اكتر او ندي امثله عمليه باذن الله.